عقد مجلس النواب جلسته برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحريني لعام 1963 بشأن توحيد الإجراءات والأداء القانونية المبنية لكافة حالات إسقاط الجنسية البحرينية بما في ذلك حالة الإدانة في الجرائم الإرهابية. وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وقد تمت إحالته إلى مجلس الشورى. كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وتمت إحالته أيضا إلى مجلس الشورى. ناقش المجلس أيضا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة التكميلي بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقرر المجلس سحب المشروع بقانون وإعادته للجنة لمدة أسبوعين. بالنسبة للأسئلة كان في 4 أسئلة موجهة لسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة وزير شؤون البلدي الأشغال والبلديات وتخطيط العمراني. 4 أسئلة كان اليوم، ثم دخلنا في مرسوم قانون قبل ذلك، مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية في قضية إسقاط الجنسية، وانتهينا منه بالموافقة من قبل المجلس وبالأحرى عدم رفض، لأن المرسوم بقانون يعتبر ساري من يوم إصداره من جلالة الملك. بعدها دخلنا في قانون الاستغلال أو استخراج وبيع الرمال البحرية ووافق عليه المجلس وأحيل إلى مجلس الشورى. سؤالي لسعادة وزير الكهرباء والماء بخصوص مشكلة عدادات الكهرباء، سؤالي كان يتعلق ب الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء والماء في القضاء على هذه المشكلة، ونحن يكون في هناك حل نهائي. تضمن جدول أعمال الجلسة اليوم مرسوم بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، وانتهت هذه المناقشة بالموافقة على هذا المرسوم الذي يضمن في الحقيقة الأمر مبدأ التقاضي على درجتين، حيث يتيح لكل من صدر له قرار إسقاط الجنسية في الطعن أمام هذا القرار أمام المحاكم المختصة.